أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نتواصل معكم في قهوة الصباح وفي هذه الصباحات الجميلة، ودائما نقول نتمنى أن نضيء أيضا صباحاتكم الحلوة وأنتم تتابعون برنامج قهوة الصباح. في هذه المساحة الحديث سيكون عن أهمية الإرشاد الزواجي للمقبلين على الزواج. هنا سنتحدث أكثر عن أهمية الاستعداد للحياة الزوجية والدخول فيها أيضا بكل سعادة واستقرار وتحقيق هذا التوافق الزواجي. الحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم معنا الآن في الاستديو الأستاذة نقاء بن جمعة اللواتية، أخصائية برامج توعية مجتمعية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك أستاذة نقاء، وصباحك خير معنا في قهوة الصباح. صباحك رحمة وسلام إن شاء الله. حياك الله معنا أستاذة. يعني أعتقد البعض يبالغ في الحديث عن صعوبات الزواج وأيضا اختيار شريك الحياة. في بداية هذا المحور سنتحدث أكثر عن أهمية البرامج الإرشادية للمقبلين على الزواج والمتزوجين أيضا الجدد. سؤال جدا في محله حقيقة. نعم. لأنه نحن اليوم في عصر متغير، أهمية هذه البرامج تكمن في أن فيها تبصير للشباب والشابات بآليات معايير اختيار شريك الحياة والآليات اللي أنا أختار فيها شريك حياتي. كون أن مشروع الزواج أصلا هو مشروع طويل المدى، وأنا أريد أن أعيش سعيدة إلى آخر يوم في حياتي مع شريك حياتي، ولذلك تكمن هذه المواضيع أن هذه المهارات أصلا مع تجدد الحياة، مع رثم الحياة، مع ما شاء الله السوشيال ميديا، مع كل هذه الصور الذهنية المتكونة، أنا ضروري أني أنا أبصر الشباب والشابات بالحقيقة اللي مفروض أن هم يبنون فيها عليها حياتهم الزوجية، وأيضا صحيح. أن ما هي المهارات اللي أنا مطلوب من عندي أني أنا أتعلمها، في مهارات أنا مفروض أني أنا أتعلمها وأنا مقبل على هذا المشروع، المشروع المقدس أنا أسميه، لأنه مشروع بالنهاية مشروع في شراكة. صحيح. هذه الشراكة تحتاج، يعني أنا دائما أشبه الموضوع، لما أنا أريد أفتح شركة تجارية أنا ما راح أفتح الشركة التجارية مني والدرب، لا، أنا راح أفتح الشركة من خلال أول شيء أسوي دراسة جدوى، ما إلي وما علي، حقوقي واجباتي، عرفتي لو أخطأنا كذا. فهذه إذا شركة تجارية وفيها مبلغ أنا أحطه لازم أني أنا أتعلم كيف أديرها. صحيح. فكيف إدارة الحياة الزوجية. فهذه الإدارة ما راح أكتسبها أنا فقط من خلال بيئتي أو من خلال تعايشي مع والدتي أو والدتي أو صديقي، لأن كل واحد عبارة عن تجربة مختلفة ولا يمكن تعميم التجارب، أنا كل إنسان تجربته، لكن هناك معايير وهناك آليات وهناك بعض الأسئلة اللي إحنا نثيرها لدى المستفيدين من البرنامج. خصوصا أنت تعرفين أن وزارة التنمية أطلقت البرنامج الإرشاد المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا تماسك في عام 2013. أيوة. وإلى يومنا هذا تقريبا تم استهداف ما يقارب 24 ألف مستفيد. إنزين، هذا المستفيدين فعلا كثير منهم شكرونا بعد ما خلصنا الدورة أو ما بعد بدأ، قال فعلا فتحتوا أذهاننا على بعض النقاط اللي إحنا ما كنا أصلا حاطيها في بالنا، اللي هي طبعا الفروق بين الجنسين، ما هو الأدوار وغيرها، إن شاء الله إذا صار مجال إن إحنا نتطرق فيها. نعم. إن شاء الله. جميل. طيب أستاذة، يعني البعض أعتقد يمتلك مشاعر متضاربة من الخوف وأيضا القلق والتوتر عندما يسمع من الناس أحاديث عن تجارب الزواج السلبية أو حتى الإيجابية. هنا نتحدث أكثر عن أهمية التهيئة النفسية والاجتماعية للمقبلين على الزواج. ضروري جدا تهيئة المقبل على الزواج. أولا احنا نعطي نصيحة للمقبلين على الزواج، لا تسمعون للآخرين، لأنه كل واحد قاعد يعطيك من تجربته. صحيح. كل واحد قاعد يعطيك من خبرته، لكن أنت كإنسان، أنت كنموذج، خبرتك قد تكون خبرة مختلفة. واحد اثنين، هؤلاء لما اختاروا شركاء حياتهم اختاروا بناء على أي قواعد، وإنت راح تختار على قواعد إن شاء الله بتكون صحيحة. رقم ثلاثة، طبيعي أن أنا لازم أهيئ الشاب والشابة نفسياً
واجتماعيا. شوفي دائما يقول لك ماليا، ها دائما عندك فلوس خلصت مشروعك يلا روح اتزوج. كثير احنا لازم نهيئهم نفسيا لما هي ادوارك في الحياه الزوجيه. نعم. ما هي الادوار التي تنتظرك في الحياه الزوجيه؟ ترى الحياه الزوجيه مو فقط بالبدايه رومانسيات وفقط مشاعر وبعدين تبقى الحياه بهذه الدور، لان هي عباره عن ادوار. لا نعم. فانت في بدايه الحياه هي بناء العلاقه المحبه وما بعدين راح يصير دور الامومه والابوه. هذه الادوار انا ضروري جدا ان انا اعرف المقبل على الزواج حتى يعرف نفسه، هل هو عنده قدره، هل هو مستعد ام لا. واحد. اثنين، ما هو دوره اتجاه شريك حياته؟ هذا ضروري يتهيأ له، لأنه هو حسبه لأن الزواج خلاص نكون في بيت واحد أكل شرب، زين هذا دوري أنا اتجاه الأكل والشرب واحتياجات المرأة واحتياجات الرجل، أنا مستعد لهذا الدور؟ قبل ما أنا مستعد أنا أصلاً أعرف شنو هو دوري ولا مو عارفة شنو هو دوري؟ عرفتي؟ فهذه الأمور إحنا ضروري جداً أن نهيئ الشاب والشابة المقبلين على الزواج نفسياً واجتماعياً. الشاب اللي متعود أنه يسهر دائماً، أنه يطلع مع أصدقاء دائماً، الشابة اللي منطلقة في حياتها وتروح وتجي، يعتقدون أن هم بالزواج قد تحد حريتهم، تحد طاقتهم. إحنا بنقول أن الزواج يحد، ولكن هناك أنت تدخلين في عالم مسؤولية. هذه المسؤولية تتطلب شنو؟ تتطلب معرفة الأدوار، دوري أنا ماذا ودورك أنت ماذا. هذا كله بعد ما أنا أقعد معه أدرس نفسيته، أدرس شخصيته، أعرف نمط شخصيتي أنا. تعرفين أحياناً كنت أسمع أحد المختصين إيش يقول، يقول أحياناً اثنينهم متدينين، اثنينهم عند الله مزكين، اثنينهم راح يدخلون الجنة، لكن نمط الشخصية مختلفة. نمط حسي، نمط بصري، نمط سمعي. هذه الأمور أنا كلها لما أهيئ الشاب والشابة من ناحية نفسية يعرف نفسه هو إيش، ومن ناحية اجتماعية إيش الأدوار المتطلبة، لما يدخل على مشروع الزواج راح يعرف أن هناك تحديات، راح يعرف أن هناك مسؤوليات، ولكن يستلذ بجمال هذه المسؤوليات ويختار الشريك المناسب قدر المستطاع، لأن بالنهاية ماكو زواج مثالي. نعم. بما أن دخلنا في موضوع اختيار الشريك الحياة المناسب، هنا نتحدث عن معايير اختيار شريك الحياة حتى يحدث هذا التوافق الزواجي بين الزوجين. شوفي أنا لما أريد أتزوج أنا أريد لازم أعرف ما هو هدفي من هذا الزواج، هل هو هدف عقلاني، هل هو هدف جسدي، هل هو هدف عاطفي، هل هو هدف هروبي، هل هو أنا لازم أعرف بالضبط أنا ليش أنا رايح على هذا المشروع. تعرفين ليش؟ يعني أحيانا هدف شخص فقط الإنجاب، يريد فقط أن يكون أسرة، يروح يتزوج بس الطرف الآخر مو عارف فقط أنه هو يريد يكون أسرة، لا هو الطرف الآخر يريد يتزوج من أجل أن يكمل مشروع معين، عرفتي؟ نعم. فلازم أول شيء أن أعرف أول شيء ما هو الهدف من هذا الزواج. زين. بعدين لما وعليه لمن أعرف بالضبط أنا ليش رايحة على هذا المشروع؟ نعم. مو لأن أصدقائي قالوا، مو لأن المجتمع ضغط علي، مو لأن أنا وصلت 26 27 28 راح يفوتني القطار فلازم أتزوج، أنا صحيح. عارفة أنا ليش رايحة على هذا المشروع. نعم. لما أعرف أني أنا رايحة على هذا المشروع لأهداف 1 2 3 فاختياري راح يكون إنزين بناء على إيش؟ بناء على هذه الأهداف. لما يجي الشخص اللي متقدم لخطبة الفتاة أو العكس، أنا هناك 3 معايير، معايير عقلية، معيار عقلي، ومعيار حسي، أوكي، ومعيار فكري. إنزين يعني أنا يكون عندي هذه المعايير، قلبي وإحساس إنزين وعقل. لما أنا أجي أقيم هذا الشخص، خصوصاً الجلسة الأولى، دائماً الجلسة الأولى أي ما كانت، جامعة، كلية، مكان عمل، ماكو ما نحدده، يعني خصوصاً الحين الزمن تغير، ما صار زواج تقليدي مثل أول. يعني أنا أشعر هل أنا قلبي ارتاح لهذا الإنسان؟ هل شعرت أن هناك تقارب في هذا المجال؟ هل عقله فكرة عجبني؟ بعد ما أحدد هذه المعايير الأساسية أجي أشوف الأمور الأخرى. عندي مال، عندي جاه، عندي حسب، عندي نسب، عندي دين، عندي كثير من معايير اللي أنا أريدها. زين. بعد ما أنا اخترت، شعرت أن هناك نوع من الانسجام، وما أقول انسجام، أقول ارتياح. دائما يقول لك حطك ارتياح. أحيانا أنت تقعدين مع شخص ما شاء الله الكل يمدحه، إجا تقدم لخطبتك مثلا، الكل يقول ما شاء الله ممتاز، روعة، رائع، ما أدري،
سبحان الله جلستي معها ما شعرتي بارتياح، او هو جلس معاها ما شعر بارتياح. هذا الشعور بارتياح نقول دائما الجلسه الاولى نعطي مساحه لانفسنا شويه نفكر فيها، نعطي مساحه لدراسه الطرف الاخر، قد يكون احيانا خوف، قلق، توتر. نعم. بعدها بعد ما انا اختار معاييري تكون معاييري، ما هي المعايير؟ صفات جسديه، صفات عقليه، صفات فكريه، صفات روحيه، صفات اجتماعيه. تعرفين ليش؟ لانه انا كشخص لما اجي اريد اقدم على هذا المشروع العظيم، هذا المشروع الكبير اللي هو مشروع مو يوم ويومين، لا هذا مشروع طويل المدى ابدي. صحيح. هذا المشروع لازم انا اعرف الصفات اللي انا اريد اقترن فيها، مثلا تفصيل. ولذلك انا اقول دوركم يا اولياء الامور، دوركم ايها الاباء، دوركم ايها الامهات، مو تشوفين ابنك خلص جامعه واشتغل يلا بابا روح اخطب. اول شيء اعرفوا ما هي الصفات التي يريد ان يختار، ما هي المعايير، هل هي اولا هل هو مستعد نفسيا واجتماعيا ومتحمل المسؤوليه وعارف ادواره، واحد مو بس فلوس لا امور اخرى. رقم اثنين لما انا اجي اسال في التفاصيل، التفاصيل الزواج بالمعايير، مثلا معيار اجتماعي، ايش تقصد بالمعيار الاجتماعي؟ عنده تواصل، عنده حوار، يعرف يتكلم مع الكبير والصغير، اسردها اكتبها. نعم. زين معيار مثلا عاطفي، جانب العاطفي اللي يكون حساس مرهف يقول كلمات. زين معيار اسري، متحمل المسؤوليه، يساعدني بتربيه الاولاد بكره، وكل هذا كل هذا اكتبه على ورقه. نعم. احدد كل هاي المعايير. خلصنا من هذا انتقل لبعدها. في احد مثالي في الحياه؟ ما في احد مثالي في الحياه. صحيح. هل كل اللي انا اريده لازم يكون موجود؟ لا مو لازم كل اللي اريده يكون موجود. اذا شنو نسوي يا استاذه؟ نقول هناك حد ادنى وهناك حد اعلى. نعم. تمام؟ امشي مثلا واحد يقول انا اريد وحده طولها 170. اها زين يا اخي احنا ما حصلنا لك 170، حصلنا لك 168 ممكن. فنجي نشوف، ما نكون حديين لكن نحط حد أدنى وحد أعلى، وأشوف أنا إيش أريد الأهم المهم في توفر شخصية الحياة شريك حياتي والغير مهم. بعد كل هذا أنا هنا أجي أقدم على هذا المشروع. نعم. جميل. أدرسه وأختاره وكل شيء يعني. حوارك جدا رائع أستاذة، لدرجة حتى أنا ما أبغى أسأل أي سؤال وإني أدخل في هذا الحديث الجميل. هنا أيضا ننتقل إلى محور آخر، كيفية أيضا التخلص من خرافات الزواج. نسمع كثير عن زيادة نسبة الطلاق، وأيضا نسمع عن الزواج يعني الحب قبل الزواج وبعد الزواج. كيف إحنا ممكن إحنا نتخلص من هذه أفكار، سواء كانت هذه أعتقد أنها أفكار سلبية نوعا ما وتؤثر حتى على الحياة الزوجية؟ فعلا فعلا أتفق معاك جدا حوراء. أولا من خلال بث البرامج التوعوية، وهذا هنا يعني دور كل وسائل الإعلام المختصة في هذا المجال أن نبثل رسائل التوعية للشباب والشابات من خلال كل وسائل التواصل الموجودة، إنستغرام، تويتر، كل هذا، التلفزيون، محاضرات عامة. وهذا اللي إحنا قاعدين نسويه، إحنا قاعدين قدر المستطاع. طبعا الحين بسبب جائحة كورونا فصار توقف، ولكن الحمد لله بدأنا الحين أن إحنا مثلا في الوزارة حطينا قدمنا برنامج اللي تسكنوا إليها رقم واحد، دورة تدريبية لمدة 3 أيام للمقبلين على الزواج، وإن شاء الله بنطرح الدورة الآخرة. فهذه البرامج جدا مهمة لتصحيح الخرافات اللي موجودة اللي تتداول بين الشباب والشابات. طبعا رقم اثنين أنا أقول دور الأسرة، دور الأسرة جدا مهم في أن يبددون هذه الخرافات عند أبنائهم من خلال الحوارات المستمرة في هذا المجال. جو الحوار داخل الأسرة، طرح هذه المواضيع بدون تحفظ، يعني الأبناء يبون من آبائهم وأمهاتهم أن يطرحون هذه المواضيع بدون تحفظ، وكأنما هذا الموضوع لا يمكن، كأنما مساحة محرمة من النقاش. لا، نفتح هذا المجال لأبناء أبنائنا. اليوم أبناء منفتحين. صحيح. مطلعين. فضروري جدا أن إحنا نكسر هذه القناعات اللي تولدت أحيانا من خلال رسائل مغلوطة تأتيهم. رقم ثلاثة، أنا يعني أتمنى أن الشباب هم ما شاء الله شباب نواعي ومثقف، بينهم وبين بعضهم يجلسون يتكلمون حديث إيجابي عن هذا المشروع الإلهي، مشروع الزواج، وبالعكس واحد ينصح الثاني أن كيف إحنا ممكن أن إحنا أن نعطي صورة جميلة عن هذا المشروع من خلال بث الرسائل الإيجابية فيما بيننا. لكن مثل ما أنت تفضلتي، موضوع أن الزواج قيد، الزواج يكبت الحرية، الزواج لازم يكون حب
ما قبل الزواج. طبعا هذه من وين احنا جبناها؟ هذه المواضيع كلها جبناها من خلال بعض المسلسلات، بعض الروايات اللي قرأناها، تشكلت بعض الصور الذهنية وبنينا عليها. لكن لما تجين الواقع وتشوفين الحالات، كم من علاقة كانت 10 سنوات علاقة حب، وأول ما خطبها وأول ليلة من زواجهم اتطلقوا مثلا، يعني فبالتالي لما أنت تجلسين مع الشباب وتجيبين لهم أمثلة واقعية وحالات واقعية، حين يدركون أنه فعلا هذه خرافات انتشرت في المجتمع. إذن احنا ما نقول أنه أنا الحين مو مع أنه حب مع قبل الزواج أو بعد الزواج، أنا هذا مو موضوعي، لكن أنا أريد أوضح للشباب إيش هي الأفكار العقلانية للزواج، عرفتي؟ وغيرها من الخرافات، إيش خليها خاتم في إصبعك، يعني وغيرها. تسمعين أنك النساء دائما مثلا يقولون للمرأة مصي فلوس زوجك كلها حتى ما يتزوج عليك، وغيرها من هذه الكلمات اللي إحنا نسمعها في المجتمع مع الأسف الشديد. هذه كلمات وأفكار مغلوطة عن الزواج، لأن حقيقة الزواج أصلا اللي الله عز وجل شرعه هو أكيد في خير للبشرية وخير للأمة. خلينا نطرح أفكار إيجابية، خلينا نكثر برامج توعوية كلا في ميدانه وكلا من 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 موقعه، وإن شاء الله تنتشر الثقافة الإيجابية نحو الزواج، وتكون اختيارهم اختيار صحيح حتى يستمر مشروع الزواج مشروع إلى آخر العمر. نعم، الزواج نعمة وهدية من الله سبحانه وتعالى، يجب بالفعل أن احنا نستشعر هذه المسؤولية دائما. صحيح. احنا نشكرك على وجودك اليوم معنا، الأستاذة نقاء بنت جمعة اللواتي، أخصائية برامج توعية مجتمعية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية. شكرا على كل هذه الرسائل والإيضاحات اللي قدمتيها لنا. أحسنتم، بارك الله فيك. شكرا. ونحن نتمنى أيضا للمقبلين على الزواج حياة زوجية سعيدة مليئة دائما بالخيرات والفرحة بإذن الله. ننتقل بكم الآن إلى فاصل، وبعدها إن شاء الله رح نرجع لكم من جديد، كونوا معنا.